والحكم العاشر أنه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العصر على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب، فوقع قضاؤه مرتبا بتقديم العصر على المغرب. فيجب على من أراد قضاء صلوات فوائت أن يرتبها ولو كثرت، فمن فاتته صلوات يوم كامل فجر فما بعدها فإنه يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويسقط الترتيب في حالين: الحال الأولى النسيان بأن ينسى الترتيب بين الفوائد، بأن يتذكر مثلا أن عليه ظهرا وعصرا من يومين ولا يذكر أيهما صلاة اليوم الأول، فهو لا يدري هل العصر في اليوم الأول أم في الثاني، ولا يدري هل الظهر في الأول أم في الثاني، فيسقط عنه وجوب الترتيب. وكذلك إذا نسي بين حاضرة وفائتة بأن يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة حتى يفرغ من الحاضرة فتصح منه ثم يصلي الفائتة، كمن نسي أن عليه فائتة العصر فصلى المغرب فلما فرغ منها تذكر العصر وكان عارفا بفوتها قبل، فإنه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. وإن ذكرها وهو فيها والوقت متسع أتمها نفلا ركعتين أو أربعا وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة، فلو قدر أنه في المثال السابق لما أحرم بالمغرب تذكر العصر فإنه يتم المغرب نفلا ويكون إتمامها إما ركعتين وإما أربعا، فإنه لا يتنفل بثلاث إلا في وتر إنها يتمها نفلا ثم يأتي بصلاة العصر الفائتة ثم يصلي المغرب. وعنه أنه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار، فالمذهب كما قدمنا أنه يتمها نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. والحال الثانية إذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لأنها آكد، ولئلا تكون الصلاتان فائتتين. فلو قدر أن أحدا تذكر في وقت المغرب أن عليه فائتة هي العصر ولم يبقى من وقت المغرب إلا ما يسع المغرب فإنه يصلي الحاضرة صلاة الحاضرة وهي المغرب ثم يصلي الفائتة، وعللوه بكون الصلاة الحاضرة آكد أي أثبت في ذمته لأن ذلك الوقت من يومه مشغول بهذه الصلاة، فطلبوا براءة ذمته منها أولى وهي أوجب في حقه.
ولئلا تكون الصلاتان فائتتين، فإنه لو قدر أنه صلى العصر فيما بقي من وقت المغرب ثم خرج وقت المغرب فصلى المغرب، فإنه يكون قد صلى العصر قضاء وصلى المغرب قضاء أيضا، فكلا الصلاتين في غير وقتهما. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن الترتيب مستحب ولا يجب، وفيها قوة.